أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش بعد إقالة سلفه الجنرال أونيك غاسباريان الذي قدم طعنا في قرار إقالته في خطوة تهدد بتعميق الأزمة السياسية في أرمينيا ومخاوف من انقسام للجيش. وكان رئيس الحكومة نيكول باشينيان قد عزل رئيس الأركان بعدما طالب بإقالة الحكومة على خلفية احتجاجات مناهضة لاتفاق السلام مع أذربيجان. هذا وشهدت العاصمة الأرمينية اليوم إجراءات أمنية مشددة وسط تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة حكومة باشينيان. وينضم إلينا من يريفان صابر أيوب. صابر، رئيس الوزراء يعزل رئيس الأركان ورئيس الأركان يرفض القرار، لو تطلعنا على ما حدث ويحدث أيضا في أرمينيا بعد رفض رئيس الأركان قرار عزله أو إعفائه من منصبه. بالفعل فرح، وهو ما يشير إلى أن أو ما يوحي بأن الجيش صار الآن بقيادتين منقسم على نفسه في هذه اللحظة الحاسمة أو الأزمة العميقة السياسية التي تعيشها أرمينيا. رئيس هيئة الأركان العامة المقال قال أنه سيلجأ إلى القضاء الإداري، وذلك بعدما اتهم أيضا رئيس البلاد أرمن ساركيسيان بالتقاعس في التقدم إلى المحكمة الدستورية من أجل الطعن في قرار الإقالة الذي تقدم به رئيس الوزراء نيكول باشينيان. نيكول باشينيان اليوم أيضا اجتمع ببعض قيادات في الجيش. الجيش يبدو أنه منقسم، بعضهم مع رئيس الوزراء وبقائه في الحكم، وبعضهم مطالب باستقالته مع حكومته ومحاسبته عما جرى خلال حرب ناغورني كاراباخ في الخريف الماضي. الرئيس الأرميني اليوم دعا كل الطوائف السياسية في البلاد من أحزاب معارضة إلى رئيس الوزراء إلى برلمانيين، وأيضا الجماعات المناهضة لرئيس الوزراء، دعاهم إلى حوار للبحث عن مخرج دستوري وأيضا قانوني، وذلك في 13 من هذا الشهر. لكن مدى الاستجابة لمثل هذه الدعوات هي المشكلة، خاصة وأن الانقسام يبدو أنه الآن وصل إلى الجيش بجنرالاته وقياداته أمام الخطوة التي لجأ إليها نيكول باشينيان بإقالة قائد الأركان العامة، وأيضا تمسك الأخير الجنرال المقال بمهامه وبأيضا خياره وموقفه بالحياز كما قال إلى الشارع في ضرورة رحيل الحكومة الحالية. شكرا جزيلا لك صابر أيوب من يريفان.